والآن جملة على المشهد السياسي مع الزميلة جوزيفين ديب. جوزيفين مساء الخير. مساء الخير شادي. يعني من بعد رد الحزب أيضا اليوم عم نشوف بأنه المفاوضات يبدو بأنه لم تكن مثمرة أو لم تصل بعد إلى الخواتيم المرجوة. هل سنبقى على هذا اللا استقرار الأمني والسياسي بالداخل؟ لهلأ قطعنا قطوع، ولكن هيدا ما بيعني أنه في انفراجات قريبة. على الأقل المفاوضات بعدنا بمحور فيلادلفيا علقانين، مش متفقين على مين بده يستلم المحور، وهذا الشيء أكيد عنده تداعيات على كل الحرب أكان بغزة أو بلبنان. خلينا نشوف. تفضلي. مساء الخير. أجرى حزب الله تقييما داخليا لعملية الرد، وخرج بخلاصة أن الرد يعتبر نقلة استراتيجية في هذه الحرب. مصادر مقربة من الحزب قالت للجديد أنه مرتاح للنتائج على مستويات عدة. أولا، أن لدى الحزب القرار بالرد. ثانيا، على مستوى المسافة. ثالثا، على مستوى السلاح. وتؤكد المصادر المقربة من الحزب أن حرب المساندة ستستمر دعما لحماس في مفاوضات وقف إطلاق النار. في المقابل، قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن العمل الدبلوماسي في الأسابيع السابقة أوصل كل القوى إلى نوع من ضبط النفس وعدم تخطي الخطوط الحمر التي تؤدي إلى الذهاب لحرب كبرى. وبالتالي عاد الجميع اليوم إلى قواعد اشتباك جديدة بعد تخطي قطوع صاروخ مجد الشمس واغتيال القائد فؤاد شكر. إلا أن المصادر تعود وتحذر من خطر الانزلاق في أي لحظة إلى صاروخ مجد الشمس جديد، وبالتالي تدعو إلى وقف إطلاق النار والتفاوض على تطبيق القرار 1701. وبالتوازي مع هذا الكلام، لفتت مصادر دبلوماسية إلى أهمية زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال تشارلز براون الجبهة الشمالية اليوم برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتي هليفي، في خطوة هي الأولى من نوعها لقائد عسكري أمريكي على الحدود، ولا سيما أن هذه الزيارة تأتي مباشرة بعد اختراق مسيرات حزب الله الجليل الفلسطيني المحتل. قراءة هذا الحدث لا يمكن إلا أن تكون في سياق الجبهة المشتعلة بين لبنان وإسرائيل، مع تأكيد تل أبيب أنها ستواصل ضرب الحزب لإعادة المستوطنين إلى الشمال. مصادر دبلوماسية تساءلت عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل تزامنا مع زيارة المسؤول الأمريكي، فهل هي رسالة تفاوضية تأتي بعد تأكيد نصر الله أن رده انتهى؟ استقبل السفير السعودي وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزي السفير الفرنسي إيري ماجرو، وجرى خلال اللقاء بحث بأبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وخصوصا في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. في عين التيني، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدفاع موريس سليم، وعرض معه تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية والأمنية. كما التقى بري سفير هولندا الجديد في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت مناسبة لعرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي إطار متابعته مسار التمديد لقوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية آب الجاري، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب مع سفراء فرنسا والصين وإسبانيا وإيطاليا والقائمين بأعمال سفارتي روسيا وبريطانيا، وعرض معهم المفاوضات الجارية في مجلس الأمن بشأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان لسنة أخرى. وناقش أيضا في اتصال هاتفي مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان آخر مستجدات تمديد ولاية اليونيفيل. وأعاد الوزير بوحبيب تأكيد موقف لبنان الثابت من التمديد سنة أخرى من دون إدخال أي تعديلات. كما استقبل وزير الخارجية سفيرة قبرص لدى لبنان، وجرى عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة.
أكد النائب علي حسن خليل أن المقاومة واعية في إدارة التوازن بين عملها العسكري والحركة السياسية التي يجب أن تواجه، وهي تواجه كل تقصير يتعلق بهذه المعركة. وقال خلال تشييع حركة أمل الشهيد أيمن إدريس في النبطية أن كل قطرة دم تسقط تعني الكثير، ليس للأهل فقط بل يجب أن تعني لكل اللبنانيين، فهي من أجل كل المواطنين. وعندما يستشهد أبناؤنا وأخوتنا إنما يستشهدون دفاعا عن آخر لبناني مهما اختلفنا معه أو التقينا معه. أمين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش يعلق على مطالعة النائب حسن فضل الله عن الشرعية القانونية لسلاح حزب الله في وثيقة الوفاق الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة. عم بيحكي عن سلاح الوطني، شو قال الدستور اللبناني؟ تناط السلطة الإجرائية المادة 65 بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. طيب إذا بدنا نعتبر أنه حزب الله قوات مسلحة بيخضعها لسلطة مجلس الوزراء؟ عم بيقول لك الدستور القوات المسلحة كلها تخضع لسلطة مجلس الوزراء، بيقبل السيد أنه القوات المسلحة تبع حزب الله يخضعها لسلطة مجلس الوزراء؟ وبالتالي كيف صار الدستورية؟ كان إجا قال الدستور بالإضافة إلى قوات مسلحة أخرى تخضع لسلطة حدا ثاني، هيدا وعى. يعني ما فينا اليوم نحن الشرعية اللي بدك تعطيها لسلاح معين ما فيها تكون مجتزأة انه اي سلاح شرعي بس خارج اطار الدولة. طب ما هذا الدستور بيحكيك انه القوات المسلحة تخضع لسلطة مجلس الوزراء، لا لإلي ولا لإليك ولا للسيد حسن ولا لحزب الله. هيدي واحد. اثنين، راح على البيانات الوزارية لاعطاء الشرعية لسلاح الحزب. نعم. كمان بدي اقول لك بهالنقطة وعم نحكي بنقاش دستوري وقانوني، شو هو البيانات الوزارية؟ بيان الوزاري لانه قانون ولانه دستور مثل ما هو كتب بالمقال تبعه، ابدا. البيان الوزاري هو برنامج، هذا البرنامج بتطبق الحكومه منه شيء ولا تطبق شيء اخر. ياما وياما الحكومه قالت ببيان الوزاري ستعمل الحكومه على اصدار مشروع وما قانون طلعت وما طلع قانون، صار قانون. إذا البيان الوزاري حكي إنه بدي أعمل مشروع قانون، هل أخذت الشرعية بعد ما طلع قانون؟ بس عندما يصادق عندما يصادق مجلس النواب أو يعطي الثقة لا هذا البرنامج اللي عم تتحدث عنه يلي بيقول جيش الشعب مقاومة، هذا لا يعتبر إنه إعطاء ثقة قانونية، لأنه النائب هو مشرع. نعم. لهذه السياسية يلي بتعطي شرعية للمقاومة لتمارس. إذا بدي روح معك بعيد، إذا بدي روح معك بعيد بقلك على فترة الحكومة. اعتبر مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات رفيق نصر الله في حديث لبرنامج هنا بيروت أن وحدة 8200 التي استهدفها حزب الله هي عين إسرائيل والعقل الاستخباراتي لها، والهدف يكاد يوازي وزارة الدفاع الإسرائيلية. استهداف هاي الوحدة معناتها أنت رحتي على المحل اللي ممكن يوجع إسرائيل واللي ممكن يأذي إسرائيل، واللي أنت بتعرفي على أنه هاي الوحدة هي على الأقل هلأ بهذه الفترة اللي نحن فيها تتحمل جزء من عمليات الاغتيال والمطاردة وتحديث يعني من أحداثيات الأهداف اللي بدهم إياها، طبعا إلى جانب المساعدات بالأقمار الصناعية الأمريكية ودور الطائرات البريطانية التجسسية الست اللي عم بيلعبوا أيضا دورهم، واللي أيضا عم بينسقوا مع الوحدة 8200 بمطاردة ومتابعة يعني من هم ملاحقين من أجل الاغتيال عملا. لذلك يعني خلينا ننطلق من ما هو الهدف، يعني اختيار الهدف برأيك هو مهم جدا يكاد يوازي وزارة الدفاع الإسرائيلية. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا. شادي شكرا لك جوزيفين.